صدق انت اللي تخلق طبقات متعدده واعماق المياه. بابا من يحفر؟ من يجيب المي؟ الدراسه بيها كل طرق الاستخراج وعلى من تقع المهام والدوائر السانده. هو احنا عندنا نهرين ما مستفادين منهن، نبي نروح للصحراء ونطلع مي، شنو جريذيه؟ السلام عليكم. الو الو عيني الو. تفضلي، اجاك الاخ عتوي. استاذ انا جاي اقدم دراسه عن المياه. العفو، اقدر اعرف شنو الصفه اللي سمحت لك تشارك بعمل حكومي؟ بصفتي ابن البلد ومن حقي اقدم بشي للبلد. بلدي. اخي بلا بكي بلا بكي، البلد يرحب بكل ابنائه. وقل لي دراستك وين عديتها؟ عديتها بالهول والقسم الاخير عديتها بالمطبخ. ادري. شنو جاي اسبغ لك الهول لو المطبخ؟ هول شنو مطبخ شنو؟ دراستك المائيه وين عديتها يا فرس النار؟ على نهر دجله والفرات. استاذ سعيد شلون يصير العمل بسرية وما يصير اي واحد يجي يقدم دراسه؟ ستي شلون ما يصير؟ احنا ولد البلد، ولد اليوم اللي راح نرد الدين للبلد. انت ايش قد مطلوب؟ مطلوب 4 نفرات تكه و3 معلاق. استاذ شنو ايش قد مطلوب؟ انا روحي فداء لهالبلد هذا، وهذا مشروع الماي، فشي بسيط اقدمه للبلد. اوكي اخ شبوطه، انطيني. اي استاذ. طيني دراستك. وهسه تروح روح للنهر اسبح ويصير خير ان شاء الله. خالص استاذ، بلدي بلدي. سعيد هذا شلون حكي؟ ترى الحكومه ما راح تقبل على هذا الوضع. بابا هذا لازم احكي وياه هيك، انا بعد شوي انقلب علي حسين الجسمي. مايو تي في، تابع اللي تريده، شوكت ما تريد ووين ما تريد، كل ما عليك هو الدخول على www.utvirak.net وتسجل بالموقع الالكتروني وتستمتع بكل برامجنا. شوكت ما تريد ووين ما تريد.